محمد سالم والمحمد علي والعبد الودود المعروف بعدود ولد يوم الاثنين 14 رجب 48 300 والف للهجرة، وافق 16 دجنبر 29 900 والف في نواحي ابي تلميت. وهو علامة وفقيه ومحدث ولغوي وشاعر موريتاني، درس الشيخ الذي ينحدر من أسرة علمية عريقة العلوم الشرعية والعربية في محضرة والده محمد علي والعبد الودود حتى برز في جميعها على حداثة سنه. وبعد إتمام دراسته أصبح أستاذا في محضرة العائلة، ثم التحق في بداية الخمسينيات بهيئة التدريس في معهد أبي تلميت الإسلامي الذي كان أول مؤسسة تعليمية معربة تعتمد طرق التدريس الحديثة. تدرجت في هذه المحضرة حتى حصلت على ما يصفني الناس به من صفة فيها كثير من التجوز والمبالغة والبعد عن الحقيقة التي أنا عليها. كنت دائما في رعاية الأبوين، ويصعب على الإنسان أن يمارس الألعاب بمحضر من أبيه وشيخه، وكانت الرياضة المفضلة عندي هي المطالعة، وإذا أردت أن أروح نفسي بشيء من الألعاب فإنما أميل إلى مطالعة كتب الأدب. ويعتبر الشيخ المرحوم بإذن الله عالما إسلاميا عالميا مشهورا قبل أن يكون موريتانيا شنقيطيا، برع في علمي اللغة والنحو العربي، وله مؤلفات في الفقه المالكي. كان رحمه الله تعالى مكتبة تمشي على قدميها، فهو ملم بكثير من المعارف ويعرف أشياء من علم النجوم وعلوم الفلك وعلوم الرمل وأشياء من الحساب وأخرى من عادات الناس وطبائعهم ولهجاتهم. وكان رحمه الله نسابة من الطراز الأول، فقلما أن جلس معه شخص إلا وعرفه بأهله مهما كان بعدهم الجغرافي أو القبلي منه. لقد عرفت الشيخ محمد سالم ابن الشيخ محمد علي ابن الأسرة الكريمة آل عدود آل مبارك. هذه الأسرة التي اشتهرت بالعلم والصلاح والكرم والفتوة والأدب وجميع الخصال المجيدة والابتعاد عن كل ما هو رذيل أو ضار. عرفت الشيخ محمد سالم في الستينات ونحن نتدرب في تونس، حيث كان هو يتدرب في البعثة القضائية بينما كنت أنا في البعثة التربوية. تبادلنا الحديث في الأدب في الفقه، ولاحظت أنه يتميز بمميزات غريبة جدا. فالشيخ محمد سالم إذا ما وصل إلى القرآن كتاب الله تبارك وتعالى صنع منه هندسة متماسكة بين الآيات، بعدما يربطها بينما يميز كل واحد من السور إلى غير ذلك. إذا وصل إلى اللغة العربية فحدث ولا حرج، فهو سيبويه وهو الكسائي، وهو بطل من أبطال اللغة العربية في نحوها صرفها لغتها بيانها منطقها إلى غير ذلك. وإلى جانب ذلك كان بسيطا كما قلت يكره النشاز،
يكره أن يكون غير بني ديمانة لكنه ديماني. وفي ذلك يقول الحمد لله الذي عفانا مما به ابتلى بني ديمانة لكنه كان أكبر ديماني. وكانت لي معه مساجلات لطيفة جدا في الشعر، وقد كنت معه ليلة في الطائرة ونحن قادمين من دبي إلى مكة إلى جدة على الأصح، فلاحظت جو الطائرة فكتبت أبيات على بطاقة الدخول، لم أجد ورقة وتركت كلمة، ثم ناولت الشيخة فأكمل على البديهة تلك الكلمة. والأبيات هي أبيات مضيفة التي ختمناها بقوله ليت هذه الفتاة كانت تراعي، فختم هو البيت بقوله حرمة الشعر أو شعور الناس. في قوله حرمة الشرع كان فقيها بكل معنى الكلمة، وقوله شعور الناس كان أديبا. وقد كنت أمتحنه هل إنه سيميل إلى الأدب أكثر إلى الفقه، فنجح فأصبح وسطا بين هذين أديبا وفقيها في نفس الوقت. وكانت من مساجلاته الزنكلونيات التي أصبح الحمد لله الناس كلهم يتندرون عليها، والجراديات، واسمحوا لي أن أحس بالألم وأنا أتحدث إلى الإعلام والشيخ عدود لم يعد معي، فقد كنا دائما توأم حديث، فكنت إذا كنت في الحلقة اليوم أو غدا كان هو معي في حلقة تابعة أو لاحقة، وكنا نسجل الملاحظات، فكان يعلق على ملاحظاتي ويتمها ويزيدها وضوحا ونورا. فإلى تلك القبس النور النورانية التي أبت الله أن تتحق بالملأ الأعلى وأن تغادرنا على كره منا مع رضانا بأقضاء الله تبارك وتعالى. لا تذكر هذه البلاد باسم شنقيط إلا وكان هذا الاسم مصاحبا للعلم والعلماء، وكان من بين هؤلاء الأعلام العلماء الذين حملوا لواء هذه الشريعة وتزينت بهم هذه البلاد وافتخرت بهم في مشارق الأرض ومغاربها. هذا العالم الحبر العلامة الذي هو الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمه الله تعالى، الذي ورث العلم عن والده وورثه ذاك عن والده، والذي اختار الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد أن يكون من أهلها، واختار له هو أيضا أن يكون من أهلها، هو الشيخ محمد سالم بن الشيخ محمد علي بن عدود. وهناك من الأشخاص من لا يمكن أن يعرف لأنه هو معرفة في حد ذاته، فإذا قيل عدود فذلك يكفي، وإذا قيل محمد سالم فذلك يكفي. هو عالم جمع الله تعالى في صدره كثيرا مما تفرق في صدور غيره، ولم يكن الحال بالنسبة له إلا كما قال القائل هو البحر من أي النواحي قصدته فلجته المعروف والجود ساحله. هو طبعا والله كان بحرا في العلم، بحرا في العربية إذا حدثته فيها، بحرا كذلك في الفقه إذا حدثته فيه، بحرا كذلك في الفقه إذا حدثته فيه، فإذا حدثته في الفقه أو تكلم فيه فهناك أصوله وهناك فروعه وهناك شواهده وهناك شوارده وهناك نوازله، يمتع بها تلك المجالس، وقد متع بها هذه الشاشة المباركة، فكثيرا ما تحدث رحمه الله تعالى عبرها، وذلك عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شريعته الغراء. إذا حدثته أيضا كذلك عن القرآن فتجد ابتكاراته حاضرة، وتجد شواهد معرفته للقرآن حاضرة، وتجد النكت التي وقد سمعت التي نادرا ما يطلع عليها، وقد سمعته رحمه الله تعالى يبين أنه
اطلع في كتاب الله تعالى على نوع من البلاوة لم يجد من اطلع عليه قبله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر حديثا لمن رضي عنهم اكتفى سبحانه وتعالى بجعل ذلك السياق وكأنه أصلا من كلام الله تبارك وتعالى. وإذا كان الحديث من أولئك الذين غضب الله تعالى عليهم أسند ذلك القول لهم، فسمعته رحمه الله تعالى يقول إن هذا كان من ابتكاراته وإنه لم يجد من اطلع عليه قبله. ابتعث العلامة عدود رحمه الله في أوائل الستينيات ضمن بعثة من القضاة الشرعيين للتدريب في شقيقة تونس، وتخرج بشهادة الليسانس في الحقوق سنة 65 900 وألف، ثم التحق الشيخ بسلك القضاء وتدرج في سلمه حتى عين على رأس المحكمة العليا سنة 82 900 وألف. وفي سنة 88 900 وألف عين الشيخ وزيرا للثقافة والتوجيه الإسلامي، وظل في ذلك المنصب حتى سنة 91 900 وألف.